GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على البوتونز وازاي تعملها داخل فيش. انا قفلت البرنامج وفتحته تاني على الاكشن سكريبت 3، وهخلي الحجم 800 في 500، وهبدأ اشتغل على البوتونز. البوتونز عندي في الفلاش فيها كذا حاجة، يا اما تعمل بوتون يا اما تاخد بوتون جاهز. والحقيقة ان البوتون الخواص بتاعته مختلفة قوي 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 عن بقية السيمبولز. هو طبعا من فئة السيمبولز، لو جيت هنا قلنا قبل كده في موفي كليب وفي بوتون وفي جرافيك. خلينا احنا في البوتون دلوقتي، عايزين نعمل بوتون ونشوف الحوار ايه الموضوع ده. جميل. مثلا هخلي الباك جراوند اسود ومنيل، و هختار الريكتانجل بريمتيف تول، وهاجي ارسم بوتون بالشكل ده مثلا، واخلي ده 5، وهخلي انا عايز افتح ده كله واخلي ده 0 وده 0 ودول 25 وده 25 عشان يعمل لي الشكل ده. طيب جميل، عملت لير تانية بيطلع لك بره المدة، لير تانية كده بالشكل ده بتلاقي شكل البوتون بتاعك بقى عامل كده. بضغط دبل كليك جوه، طبعا ده بيقول لك ده edit object، ممكن تمسح ده الجزء ده او ممكن تبدأ تتعامل معاه. طيب دلوقتي احنا معانا شيب اهو، drawing object زي ما احنا عملنا قبل كده، عايز احوله لبوتون ببساطة خالص، F8 تمام، وبروح قايل له خلي لي ده بوتون وهسميه BTN مثلا، بضغط ضغطة ببص الاقي فوق بقى بوتون، وبقى في حاجة اسمها انستنس نيم. تمام، ده طبعا في كل اي حاجة سيمبلز هتلاقي فيه هنا انستنس نيم. طيب والبوتون ده كمان بيتمتع بشوية افكتات اللي عليه، ممكن تنزل عليه فلاتر تمام، ممكن تنزل عليه في حاجة اسمها تراك از بوتون واتراك از، الحاجات دي هنعرفها كلها ان شاء الله بالتفصيل. طيب تعال نخش جوه البوتون، لو دخلت جواه بقى بتلاقي اربع حالات او اربع فريمات للبوتون من جوه، غير خالص الموفي كليب والجرافيك. ايه ده وايه ده وايه ده؟ الاب ده لما انت تيجي تشوفه، لما انت تيجي تعمل كنترول انتر، ده كده اب من غير ما الماوس تيجي ناحيته خالص. شايف الماوس لما جيت ناحيته اختلف، ظهر لك ايد. جميل، يبقى كده الاب من غير ما اروح بالماوس عليه خالص. لما باجي بروح عليه بعمل رول اوفر كده فوقيه، يبقى ده بيخش على الحاله دي اوفر. يبقى هيعمل ايه لما اعمل الماوس فوقيه؟ بتحط له هيعمل ايه هنا؟ او الشكل اللي هيبقى عليه يعني. لما باجي بضغط هيت عليه ضغطه بالماوس هيعمل ايه؟ تحطها له هنا. اخر حاجه الهيت دي بتبقى الهوت سبوت بتاعت او يعني الاريا بتاعت اللي هيتحول عليها الايد لما تيجي تقرب من ناحيتها. يعني لو عملت الاريا كبيره كده، هنرسم ريكتانجل كبير مثلا كده، هيجي قبل البوتون قبل ما يلمس الريكتانجل اللي احنا مش شايفينه هيبدأ يتعمل لي شكل الإيد. تعال نشوف الموضوع إيه. هنا الأب، هنا هتنقل من دول، هعمل F6 F6 أوكي. يبقى الأوفر هخلي مثلا الأوفر الباك جراوند دي هخليها باللون ده تمام. يبقى الأب شكل ده، الأوفر بالطريقة دي، الداون هخليه دبل كليك من جوه هخليه احمر ماشي. الهيد ده هخليه مثلا هرسم اي شكل مثلا ريكتانجل بره شويه اكبر من الشكل ده عشان الايد تتحول لي ليه اول ما اقرب منه. بعمل هنا F7 او كريت انسرت بلانك كي فريم، واجي عشان اشوف
كده مثلا بختار الريكتانجل، اشيل ده خالص اللي هو البوردر، واجي اعمل كده مثلا واخلي ده باللون ده، مش هيظهر خالص المربع ده، هخليه اصفر. ارجع تاني بخلي مثلا ده كده، مثلا بالشكل ده. تعال بقى نشوف كده، بعمل كنترول انتر كده، الاب حالة الاب، الاوفر هتبقى بالشكل ده، اول ما بضغط عليه بيتحول بالاحمر، وطبعا الماوس ما بقرب من بعيد شوية بيظهر لي الايد بناء على حجم المربع. لو انا كبرت حجم المربع هيبدأ يكبر لي المساحة اللي حواليها، وليكن مثلا كده كنترول انتر، ببص الاقي حجم المربع طالما كبر اهو، دخل على طول في الاوفر بتاعي، لما ببعد بعيد بيرجع لي للاب تاني. يبقى فهمنا الشغل بتاع البوتون بيتعامل ازاي. تعال بقى نشوف، نبدأ نأدت في البوتون ده. تمام، طيب انا بقى هعمل لير تانية، ده الباك جراوند بتاعتي البوتون بتاعتي، وهعمل لير تانية واسميها مثلا تكست، وهاجي في الاب واكتب له اي حاجة 30 مثلا، السايز بتاع هكتب له جي اف اكس اكاديمي، واجي اختار نوع الخط امباكت، حجم الخط بالشكل ده، ده كبير بصغر شوية واخليها هنا. كويس، يبقى ده هيبقى مثلا بالابيض. جميل، لو انت جيت لاحظت ان طبعا ده واخد يعني واخد الستايل بتاع ده، لان هو في فريم واحد قاري على المسافه، على المساحه كلها او الزمن كله بتاع او الحالات كلها بتاعت البوتون، فهو طبعا بنفس اللون. طبعا انت ممكن تضيف الوان تانية، خلينا هنا مثلا ونقول له اف 6، والله انا هخلي ده من لون الاسود او اللون الاخف شويه ده مثلا يعني، فالاوفر هتبقى كده، وهنا بيعكس لك. طيب تعال في الداون هخليها مثلا اف 6، انا رحت ايه على ستيت، باجي كده اف 6 واجي اقول له حط لي دي بالابيض، وطبعا خلاص دي بقى مش عايزينها خالص، احنا اتعاملنا كده مع الثلاث حالات. تعال نشوف كنترول انتر، هتبص تلاقي معانا الحالات اللي احنا عملناها كده، الاب اوفر داون. جميل اهو، يبقى معاك البوتون بشكل جميل قوي، وهتقدر بقى تعمل اللي انت عايزه. ده بالنسبة للكاستم بوتون او اللي انت البوتونز اللي انت بتعملها بايدك. جميل، طبعا ممكن نعمل اللي انت عايزه بقى في الباك جراوند، ممكن تعمل له مثلا تيجي عند دي وتقول له كليك يمين لير، وتروح مثلا عامل له حاجة كده، دي حاجة فانتازية يعني. هنقفل اللي فوق واللي تحت، خلينا في ده، وناخد نفس المقاس ونعمل له مثلا حاجة كده، حركة تكون لذيذة شوية. خلينا مثلا نخلي ده 350 عشان اشوف شوية، وخلي ده مثلا كده، وبعدين هروح جاي واخد الجزء ده بالشكل ده، واروح جاي عامل زاوية زي ما اتعلمنا بكنترول، راح جاي عامل ريفاين للشكل عشان يبقى
المنظر ده كويس. عايز المنظر ده بروح مثلا جاي دي واخليها اصغر شوية، واخليها مثلا ماشي اوكي، واروح جاي مثلا اعملها بال بده، اروح جاي بالالفا بتاعته منزلها قوي وحاجة زي كده اهو، ممكن بالاسود حاجة زي كده، ممكن ازود الالفا شوية وده الإفكت هيستمر معايا طبعا لأنه فوق اللير بتاعت البوتون ده. بالنسبة للكاستم بوتون، في بوتونز جاهزة بقى كتير أوي 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 مديها لك برنامج الفلاش، أي برنامج فلاش هتلاقيه سواء أي فيرجن، إحنا دلوقتي في فيرجن سي إس 5.5. هتيجي على قائمة ويندو وتقول له من كومون لايبرز وهتلاقي حاجة اسمها بوتونز، افتح البوتونز. هنا بقى بوتونز بالعبيط عندك، هنا لو فتحت ده مثلا هتلاقي بوتونز ده، بس هو كلهم في شكل موفي كليب، في شكل موفي كليب اهو، كلها موفي كليب. هتنتظر منك طبعا امر انستنس نيم في الاكشن سكريبت بقى لما تخش في الاكشن سكريبت وتتفاعل معاك مفيش مشكله، بس هو بيديك اشكال ممكن تبقى تحولها زي ما انت عايز. ده بوتون اهو، احنا قلنا اللي عليها صابع ده يبقى بوتون، تعمل دراج بره زي ما تحب، تفتح ده كمان ونقول ماشي هات لي ده، وكمان تفتح بقى وتشوف زي ما انت عايز. ده شكل ودي برضو اشكال، أشكال تانية لو احنا قعدنا نطلع يعني مش هنخلص. براحتك بقى انت قلب في الحاجات دي كلها، هتلاقي منها البوتون وتلاقي منها الموفي اهو. عندك راوند اشكال كتير ممكن تعمل ايديت فيها، خلينا بقى نشوف اي واحد فيهم ونشوف ممكن تعمل معاه ايه. اوكي ممكن تشيل ده طبعا، بدل دي تحطها هنا تمام. تعالى بقى نشوف اي واحد من دول، تعالى نعمل تيست الموفي ونشوفهم كلهم. شايف اهو الافكت عليه بقى زي جلو كده. طيب تعالى بقى نشوف اي واحد من دول، تعالى هات ده مثلا ونقول ده طبعا بوتون، دبل كليك تعالى نشوف الانستنس بتاعه والحاجات اللي فيه اهو، ده عامل الليارات جوه وحاجات شغل جامد قوي. ايه بقى الليارات دي؟ تعالى نفتح ده كله. اول واحده لو جيت ضغطت عليها وجيت عملت كده هتبص تلاقي اول واحد اللي هو ده، شو بقى اللي هم عاملين ايه. طب تاني واحد، تاني فريم اللي هو ده برضو، جميل، بس هتلاقيه بلون تاني لانه اوفر الداون عمله لك، يعني عامل لك اول واحد اللي هو اوت لاين سيركل اللي هو اللي ورا ده اللي فوق ده طبعا بالوان مختلفه في الداون. طبعا عامل لك الايه الهيد ستيت دي طبعا دايره اكبر شويه من الشكل عشان تبقى واخده الايد بتاعت اللي بتظهر لك. طبعا سنتر اهي بقت ابيض بقت ازرق تمام. عندك سنتر اوت لاين اللي هو بره ده هنا كده جايب لك في الداون، بس اللي عامل لك كده بالابيض بالشكل ده. طبعا انت فهمت بقى السيكونس خلاص كده. الانتر دي ممكن تخليها اي كلمه انت عايزها، هي تكست اهي بتعمل انت عايزه جي اف اكس، وتغير اللون وتغير الخط زي ما انت عايز.
تمام، بتيجي في الداون تتغير بالشكل ده، راح جاي دبل كليك كنترول اي جي اف اكس بالشكل ده، فهتبقى بالطريقة دي بالظبط. تعالى نعمل كوماند انتر او كنترول انتر، هتبقى احنا كنا بنعدل فين اهي، بضغط ضغطة بتبقى بالبيضة بالابيض، من غير ما اضغط ضغطة بتبقى بالاسود زي ما انت شايف. ده كده بالنسبة للبوتونز داخل برنامج الفلاش سي اس 5.5. حاجة اخيرة كنت عايز اعملها، كنت ممكن تحط اي موفي داخل الاوفر، بحيث ان انت لما بتروح على الاوفر بيشغل لك الموفي ده. هنروح على الزوار بتاعنا ونقول مثلا كرييت نيو لير، ونسمي ده اللير دي اسمها انيميشن، ونقول له هتحط لي في دي في الاب ده في الاوفر، تمام في 7. اي انيميشن بتحطه هنا، انا بصراحة مش مجهز انيميشن، بس خلينا مثلا نشوف اي انيميشن. او مثلا صوت، صوت ناس دوج مثلا بهو هو، وبعدين بروح جاي دي اعمل دراج بره. طبعا انت هناك فوق محدد على الاوفر، هتروح جاي اعمل له دراج، تبص تلاقي الملف نزل عندك بالشكل ده. مجرد ما بتعمل كنترول انتر، لو رحت على اهو شغل لك على طول، جميل، او بتعكس. يبقى انا بدل ما اخش على الاوفر، لا هاتها لي في الداون اهي، يبقى الاوفر لو ضغطت ضغطه هيظهر لك، تمام. بنفس الطريقه الانيميشن، انا كان بس نفسي اعمل انيميشن، هعمل انيميشن اي انيميشن دلوقتي. مثلا هرسم حاجة بسيطة كده خالص، وليكن مربع بالشكل ده، واجيبه هنا. دي هسميها بقى ساوند، وهعمل كرييت لير فوقيها واسميها انيميشن، واقول له حط لي هنا بلانك فريم، واروح جاي مثلا كده، جميل، واروح قايل له حول لي ده، ما تحولوش، حول لي ده ماشي F8، وحول لي ده لموفي كليب وسميه كيو دبليو، تمام. بلد جوه وحول ده كمان موفي كليب عشان يبقى موفي كليب جوه شغال جوه، تمام. واروح قايل له مثلا دي F8 تاني، واقول كيو دبليو انتر، جميل. يبقى انا عندي كده موفي كليب ممكن احركه من جوه. عرفت انا عملت ايه؟ تاني اخترت الفريم، وبعدين عملت جوه موفي كليب، وعملت جوه الموفي كليب موفي كليب عشان اقدر احركه زي ما انا عايز. وباجي مثلا على الفريم 40 واقول له F6، واقول اعمل لي كرييت كلاسيك توين، واروح قايل له اعملها لي سي دبليو او سي سي دبليو، هبدا يلف بالشكل ده. طبعا اللفه دي فين؟ على الداون، خليها. هو انا عملت ده فين؟ ده في الساوند، لا كنترول اكس، واجي هنا كنترول شيفت في، نقفل خالص الساوند عشان ما تلخبطش تاني، ونخلي ده في الاوفر. تعالى بقى نعمل كنترول انتر، تعالى بقى نروح كده، هتبص تلاقي حاجه زي كده، تمام. انت عايزه بقى واحد بيتكلم، اي حاجه، حد بينط في بحر، اي حاجه، لو ضغطت ضغطه اوكي، يبقى ده السيكونس اللي ماشي بيه البوتون، ومفيش اي حاجه غير كده داخل البوتون.
هسميه، هسيف طبعا وهسميه بوتونز. اوكي تمام. الفيديو الجاي بإذن الله هنبدأ نخش على حاجة تانية. أشوفك على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.